السلام عليكم ورحمة الله إخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. واليوم موضوع جديد إن شاء الله، نتمنى كل شيء يبارتاجي كي تعم الفائدة لبعض الإخوان اللي بالبارتاج ديالك نتايا غيستافدوا من هاد البونص هذا اللي بزاف اللي ما عارفينوش. هاد البونص هذا هو كاين واحد البونص ديال 600 يورو كاين في لا ريجوني ديال لاتسيو، وكاين واحد البونص واحد اخر في لومبارديه. الا كنتي انت من نواحي لاتسيو او لومبارديه، يعني لا ريجوني كتعيش مثلا، الا كنتي في لومبارديه واخا تكون حتى في بريشيا راك محسوب على لومبارديه. فهمتوا واش بغيت نوصل لكم؟ الا كنتي انت كتعيش في هادو، كاين ديال لومبارديه فيه 1000 اورو وكاين ديال لاتسيو فيه 600 يورو. شكون اللي غيشد هذا البونص هذا؟ تبعوا معايا الحلقه من الاول حتى الاخر باش نشرح لكم شكون اللي غيشد هذا البونص هذا. واحد الحاجه بغيت، واخا ما غاديش تكون انت غادي تستافد من هذا البونص هذا، ما كرهتكش انا غننصحك وانت غدير اللي بغيتي، فهمتي؟ ما كرهتكش تمشي غير تجرب تدفع عليه واخا ما يكونش من حقك. علاش؟ لان لوستاتو، اسمعني مزيان، لوستاتو عطا واحد القدر ديال الفلوس، عطا لهاد لا ريجوني ديال بيومونتي ولا ريجوني ديال لاتسيو. لا ريجوني هي اللي غتحكم فيها. لا ريجوني تقدر ما كديرش هذاك البحث اللي كيدير مثلا نيبس، ما تقدر ما ديرش داك البحث اللي كيدير، يعني اللي حاطه الدوله اللي حاطه هذا القانون هذا. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ يعني الدوله الايطاليه عطات لا ريجوني ديال بيومونتي، سكوزا نو بيومونتي، لومبارديه ولاتسيو، قالت لهم هاد الفلوس عاونوا بهم الناس اللي محتاجين. هو لا ريجوني حطات شكون هاد الناس هادو اللي محتاجين. نعطيكها مثلا، واخا تكون عندك بارتي تايفا وكتدخل قل من 26000 اورو، راه من حقك. فهمتوني؟ داكشي علاش انا بغيتكم، الا كنتو عايشين تما دفعوا لي نونسي ساماي، اعطوه ليكم مرحبا، ما عطاوش ليكم امين، خلاوها الطاليان. لهذا الاخوان انا نقول لكم الناس اللي من حقهم باش، وانا النصيحه ديالي غير دفعوا لي. الا كنتي عايش في لومبارديه او لاتسيو غير دفع لي، واخا ما تكونش انت من هاد الناس هادو اللي غنقول لهم شكون هما اللي غيستافد. مثلا غولف او بالانتي من حقهم، ولكن خاصهم يكونوا خدامين، يعني يخدموا ولو 10 سوايع في السيمانه من 23 شهر 2 ديال 2020 تكونوا خدمتوا. فهمتوا واش بغيت نقول لكم؟ عندك 1000 يورو الا كنتي في لومبارديه، 600 يورو كنتي في لاتسيو. كاين عاوتاني حاجه اخرى، التوريستو، كنتي ريستورا البيرغي توريستي جينيرالي توريستي، واخا تكون انت كيد خدام مع شي جنسيه قويده، من حقك هذا البونص هذا حتى هو. والبارتي تايفا، البارتي تايفا الاخوان 26000 اورو، الا كنتي فايت 26000 اورو ما عندكش حق تدفع عليه. كنتي اقل من 26000 اورو من حقك تدفع عليه الاخوان. والبارتي تايفا تكون عندك من 23 شهر 2 2020، يعني تكون باديه في هذيك البريودو، يعني نورمالمون في البريودو ديال الكوفيد تكون عندك لابارتي تايفا. فهمتونا اش بغيت نقول لكم؟ لهذا الاخوان اللي عايش في لومبارديه في لاتسيو يمشي يجرب حظه، واخا ما تكونش انت من هادو، لان القوانين راه تتغير وكاين بزاف اللي كيسد عينيه في هاد المومينتو هذا. بالنسبه هاد الفلوس هادو الدوله عطاتهم لهاد المدن هادو، هما غيتحكموا في لا ريجوني هي اللي تحكم في هذيك الفلوس. يعني هاد الفلوس خاصهم غير يتفرقوا، 31 مليون ديال الاورو تنظن ولا معش مليار، المهم 31 مليون ديال الاورو خاصها تتفرق وتعطى لهذا. هاد البونص هذا راه عنده سكادينسا، تقدر هاد الفيديو هذا غادي تشوفه من هنا لواحد شهرين، يقدر يكون سالا. غادي نقول لك اسمح لي، المهم هاد الفيديو راه عنده سكادينسا ديالو، من هنا واحد شهرين يقدر هاد البونص هذا ما غاديش يبقى، لان البونص بدا مثلا في السيتور توريزمو بدا نهار 4 في شهر 4 8 شهر 4 2001 بدا، يعني من حقك تدفع عليه.
ولا ستاسا كوزا نفس التاريخ بدات فيه حتى غولف بادانتي بدات في سبعة من حقك تدفع ليه وعندو راه سكادينسا ديالو كاينة شي حاجة غتسكادي على فين دي ميزي دي ابريلي وكاينة شي حاجة غتسكادي من هنا شهرين انا الاخوان غادي نوصل لكم المعلومة غادي نعطيكم الكورة انا هلحت لكم الكورة انتوما ما عليكم غير ديروا شوية ديال البحث او عندك شي سندكاليستا او كاف غادي تعيط ليه صحاب بارتي تاعي غيمشي عند كوميرشاليستا ديالو او عيط ليه غيقول ليه شوف لك هذا البونص هذا بونص ديال لا ريجوني سميتو بونص ريجوني لومبارديا بونص ريجوني لاتسيو تعيط الكوميرشاليستا ديالك او الا كنتي خدام غادي تمشي للكاف وغادي تقول لهم راه بغيت ندفع على هذا البونص ديال ريجوني ديال لومبارديا او لاتسيو فيما كنتي عايش نتايا هو غيدخل غادي يقلب غيديجا غيكونوا ديجا الناس حيت الطاليان انا شفتهم فواحد الجروب الطاليان كيهضروا عليه داكشي علاش انا دخلت وبحثت وقلبت ولقيت هادشي كاين وبغيت نقول الناس اللي كيدفعوا لشي حاجه الله يرحم بيا الوالدين الا دفعتوا لشي بونص او شي معلومه عندكم حطوها الناس راه ما فيها باس الا عاونتي خوك راه تقدر هذيك المعلومه تقدر تحطها غنستافد منها واحد ما عارفش انا راه لقيت واحد الاخت خدامه 3 سنين اقسم بالله العلي العظيم الى 3 سنين وعندها جوج وليدات عمرها ما دارت لا سينيو فاميلياري ما عارفاش اشنا هو السينيو فاميلياري وتخيل معايا انت 3 سنين وانت خدام ما عارفش اشنا هو السينيو فاميلياري وسيكو راه انت دابا غيكون شي واحد تيسمعني وما عارفش اشنا هو السينيو فاميلياري السينيو فاميلياري هو كتخلص على ولدك انت كتكون خدام ريغولا قانونيا اي خدمه خدمتيها قانونيا كتخلص على ولدك على حساب داكشي شحال كتشد هما كيعطيوك راه يقدر يكون كيوصل شي سينيو فاميليار الا كان عندك الدراري بزاف حتى ل 800 900 اورو على حساب الدراري على حساب انت شحال كتشد مثلا الا كنتي ريغولا ها ثلاثه السوايع راه السينيو فاميليار يقدر يوصل ل 5000 اورو في العام فهمتيني اش بغيت نوصل لك لهذا الاخوان اللي عارف شي قانون عارف شي بونص نعاونوا به بعضياتنا بغينا نزيدوا لقدام بغينا نشوفوا الجاليه عارفه ولا تتعرف راه الغالب الله الغالب الله وفي هاد اللحظات راه كاينين الناس اللي فيرامينتي انو بيزونيو كاينين الناس اللي محتاجين هذيك 600 اورو ولا 1000 اورو راه فعلا محتاجينها لان الواحد السيتوري راه وقف ونزيدكم حاجه واحده اخرى حتى لا سيتور ديال المنجاري راه بدا كينقص يعني لا سبيز ما بقاش الناس ما بقاوش يعني ما بقاش يدير لا سبيز اللي كان تيديرها في الاول ولا تيدير لا سبيز وتيقيس على راسو لاحظتها انا هذه وقالت لي حتى واحد السيده كنعرفها طاليانيه ساكنه حدايا قالت لي كانت تشوف الناس يعني تيتخلصوا من هذيك البريلو من 10 مثلا حتى ل 20 الناس كتخلص قالت لي مثلا ما نسقاش من الخدمه قالت لي دابا ما كنخدموش بزاف في لا سيتور ديال لا سبيز قالت لك ما بقيناش نخدموا بزاف لان الاقتصاد غادي نازل الناس اللي عندها شي ريالات راه خزنه ما عارفه شنو كاين غدا اللي ما خدامش راه كياكل من هذاك الشيء القديم اللي جمعوا لهذا الاخوان حاولوا تعاونوا بعضياتهم ولو بمعلومه بارطاج يا خويا الفيديو دير اختي لايك ما تبخلوش على اخوكم بغيتو يوصل للناس هذا الفيديو هذا البونص ديال 600 وديال 1000 اورو بغيتو يوصل انت لا خليتي لي تعليق وعطيتيني الراي ديالك الفيديو غادي يزيد لقدام الا ما عطيتينيش الراي ديالك وما الفيديو غيبقى واقف وما غاديش يزيد لقدام واغلبيه ديال الناس ما غاديش تستافد لانك انت ما حاولتيش تعاونهم عاونهم باش غادي تعاونهم هاد الناس هادي غير بارطاجي نديرو مثلا غتبارطاج هاد الفيديو غادي يجي غتبارطاجي فهمتيني اش بغيت نقول لكم سمحوا لي الاخوان طولت عليكم ما تبخلوش على اخوكم بلايك السلام عليكم وتحياتي وعواشر مباركه ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والعافيه والسلامه وباش ما تمنيتو في حياتكم تشاو السلام عليكم.